صهاج بتاعت الفن في النسيج اليدوي من الجدود. كل الشغل بتاعنا مطابق بالمواصفات للتصدير. أنا شغالة هنا علي 10-12 سنة، بضول لأولاد وأساعدهم في النوع. تعلمت شغل النسيج من 6 سنين، لا تعلمت الأول شغل الكليم. كاميرا مانشيت في منطقة النساجين بحي الكوثر بأخميم التي تقع شرق محافظة سوهاج، وهي أقدم مدينة لصناعة النسيج اليدوي والحرير في العالم. إحنا في قرية النسيج اليدوي بحي الكوثر، قرية دي نشأت في 93، فجابونا عشان ندرب الطلبة ونحي الطراز بتاع النسيج اليدوي. نجح التدريب ودربنا بعض الطلبة وجانا تدريب تاني برضو بتاع الناس من برا تبع الوزارة ونجح، والنسيج اليدوي مطرح مكانه إنه هو كان حنقرد فحيه وبقى طراز وبقى نروح المعابد ونروح ما خلناش. كان يطلق عليها مانشستر ما قبل التاريخ، وهي مدينة 10,000 نول. النسيج اليدوي مش كلمة تتقال، احنا بنوري الأجانب فننا. النسيج اليدوي دي عالمي، يعني الدكاترة بياخدوني في معبد أبادوس عم أخلي الأجانب يزيدوا علم في المهارة وفي الرسومات وفي الإبداع اللي أنا بعمله. الشغل بتاعنا سواء بنستخدم الخيط القطن الصافي 100% أو الكتان أو الحرير أو الفبرام، لازم المشاهد يكون مستوعب إن إحنا ما عندناش حاجة ألياف صناعية 1%. صحي جدا، إن كان في أحد الأطباء العالميين بينصح بالاستعمال بتاع الكوفرتا النسيج اليدوي اللي هي ما فيهاش أي ألياف صناعية، اللي هي مفيدة جدا للجسم. اشتغلت شال، وبعد الشال اشتغلت 180، دي كوفرتا على سرير أطفال، وبعد كده اشتغلت 200 و 240، دي كوفرتا بخدديات. بساعد ولادي في الدوير، بدور لهم المواسير عشان هم يشتغلوا على النول، وبقعد هنا ادور المواسير وباخذها من على الكون احطها على المواسير وهم يشغلوها على النول. شغال من اكثر من 10 سنين ساكن هنا، جيت برضه سكنت واشتغلت في النول، وبطلع اي كلمات وملايات يعني كفرتاك دي بنسلمها برضه هنا للجماعه، وبرضه بيجي يشتروها وبياخدوها وبيصدروها وبيعرضوها في المعارض. لا يكاد منزل بأخميم يخلو من صوت الانوال، حيث أن صناعة النسيج اليدوي واحدة من إحدى الصناعات التراثية التي اهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية في أكثر من مناسبة لإحياء تلك الحرف وإقامة المعارض الكبرى لها. إحنا بنصدر لجميع الدول العالم، وبنطلع معارض في القاهرة، وبنورد لمحلات وموردين في كل الأماكن، في لوكسور وأسوان واسكندرية والقاهرة، وفي حاجات منها بتروح البحرين وإيطاليا والسعودية، كذا دولة بنصدر لها برا. سعت الدولة المصرية جاهدة للحفاظ على هذه المهنة التي تعبر عن الهوية المصرية من خلال إنشاء قرية وضم العديد من النساجين لصناعة النسيج اليدوي. مارينا أمير، مانشيت. مارينا أمير دخلت خلاص كده في المود العام بتاع البرنامج، خلاص دخلت يعني يدي لها كده الإجازة زي ما بنقول. ما شاء الله بكل تحقيقاتها بقت ماشية في الطريق ده، وبشكر زملائي إن هم بالحقيقة إبراهيم ومحمد سامي والشباب وكل الحبايب، إن هم سلمى ماسكة ملف، عبد العليم ماسك. اخبار عبد العليم ايه يا شباب؟ سلموا لي عليه. عبد العليم سلامات، عبد العليم وحشني والله. عبد العليم ما شفتكش بقالي فتره. عبد العليم عبد العليم ده من اطيب الناس والله، الواحد يشوفهم في حياته، ربنا يكرمك عبد العليم دايما. فالحقيقه انا مبسوط من انه احنا بقينا يعني الفريق بقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي والوضع ماشي ازاي. فزميلتنا مارينا الحقيقة إضافة لينا كويسة، إن شاء الله ربنا يوفقها. أخميم بقى، هي وصتني قبل الهوى قالت لي بلاش إخميم، لأنه بيزعلي قوي من كلمة إخميم دي، خليها أخميم، لأنه ناس كتير قوي بتنطقها غلط. فأخميم الحقيقة زي ما هي قالت كده، إنه أحد القلاع للصناعة التراثية في مصر وفي العالم. قالوا لها زي مانشستر كده في بريطانيا، إحنا عندنا برضو أخميم. والحقيقة أن زملائي يعني الزملاء برضو اللي كانوا مع مارينا، طه ماهر المصور ومحمد يوسف الصوت ومحمد مبروك الإضاءة، الحقيقة بذلوا مجهود كبير
الثلاثة مع مارينا الحقيقة بذل مجهود كبير. الصورة اللي قدام حضراتكم دي صورة بديعة. الصورة دي يعني حاجة تراث قديم بيعمل إنتاج ضخم. فإحنا تتخيلوا كده إن إحنا بنتكلم على مثلا 100 150 200 250 صناعات عندنا في مصر كده، والصناعات من أيام القدماء المصريين وما زالت قائمة. هل في حد بيعمل كده دلوقتي؟ ما فيش. لكن خلاص هؤلاء المواطنون أو هؤلاء البشر بقى إنجاز التعبير يعني شغالين في المسألة دي بحب. خلاص هي دي حياتهم، هي دي استقرارهم. المدينة مدينة أخميم أو المنطقة منطقة أخميم كلها قايمة بدور عظيم جدا. السيدات يشاركنا بكل همة مع الرجال في أنهم يعملوا حاجة عظيمة جدا جدا في هذا الطرق. يعني الحقيقة في معارض كتير جدا تبع وزارة التضامن دلوقتي شغالة في هذا، وطبع وزارة الصناعة برضو والتجارة شغالة في هذا الطرق. فيا رب أنه يبقى الدعم موجود من الدولة، والدولة تدعمهم، والدولة تقف جنبهم، والدولة تساعدهم في هذا الإطار. لأنه الحقيقة زي ما انت حضرتكم الصناعات اللي زي دي بتنقرض، فاحنا الحمد لله رب العالمين نحن محافظين عليها بصورة كويسة جدا. فأتمنى كل الخير لأخميم، وأتمنى كل الخير لأي صناعة في هذا الإطار، لأنه في الأول والآخر احنا محتاجين التراث يبقى يعني موجود في تطور في هذا الأمر.